الازاز بشكل خاص، سواء كانت ماركه حمبوزو لو يبوزو او ماركه سيبها السبت وخدها لحد. في البدايه هتلاقي اللي يقول لك قص الفتيل وخليه بالظبط على قد الطول عشان ما يكونش فيه مسافه، والمسافه دي تخليها ما تبقاش محكمه الغلط. وكمان هتلاقي نصايح الناس بتقول لك انك انت بعد ما تعبيها بالسبرتو حاول انك انت تمسح كل الاماكن حواليها من قبل ما تستخدمها لاول مره، وهتلاقي الف واحد هيحاول يقنعك باكبر اشتغاله وللاسف بتدخل على الناس. وده ببساطه لان هي شفافه زي ما انتم شايفين، واي حاجه ازاز قدام الكاميرا بتخطف العين. لكن هل ينفع نغامر بشيء يخطف العين لكن هيضيع حياتي وحياه كل اللي حوالينا؟ بالنسبه للفتيل مش هيفرق ان كان قصير او طويل، واللي هيقول هتفرق عشان الطول هيخلي القفل بتاعها مش محكوم يبقى انت اللي بتقول ببقك ان في شيء وارد يحصل والدنيا تهب مننا. وبالمناسبه برغم ان السبرتايه نارها خفيف، لكن لما تمسك في الشيء ومع الهلع المفاجئ بيحصل توترات كتير، ووقت ما الانسان ما بيحس بالهلع ما بيحسنش التصرف، ومن هنا بتكمن المشاكل. وده اللي بحاول انقله ليكم، انه حتى لو كنت هتقدر تسيطر على الموقف بنسبه 100% الا انه لو حصل شيء مفاجئ هيخليك تفقد السيطره. وحتى لو حافظت عليها قدر المستطاع وخليت الاولاد يبعدوا عنها وخليت حتى قطتك تبعد عنها وما تزقهاش برجلها كعاده القطط وتقع وتتكسر وتبهدل وتعمل مصايب جوه المكان، قول ازاي هتقدر تحافظ على ضغط السبرتايه الازاز ان هي ما تنفجرش؟ طبعا لا قدر الله. اتوقع دلوقتي كل واحد فهم مدى خطورتها عامله ازاي. ومن وجهه نظري لو انت مصر او مصمم او لسه مقتنع انك عايز تستخدم السبرتايه الازاز، انا مش طالع اقطع عيش حد، انا طالع احافظ على نفسي واحافظ عليك. لكن ان كنت مصر عزيزي المشاهد مستمع انك لسه تستخدم السبرتايه الازاز، فتقدر تستخدمها بنفس الطريقه اللي انا عملتها قدام. ما عبيش السبرتايه وما اسمعش كلام الناس اللي بيقول لك عبي السبرتايه ربعها او نصها، لا، تقدر تحط حبه بسيطه او انك تطلع الفتيل وتبلها كل شويه من السبرتايه نفسها، لكن ما تعبيش السبرتايه الازاز بسبرتو احمر. ودي نصيحه تفاديا انه لو لا قدر الله وقعت منك في اي وقت وانكسرت، هتبقى حميت نفسك وحميت اللي حواليك، وتبقى الخساره كلها على قد شويه ازاز اتكسر. وقلنا قبل كده برضو انك لو هاوي سبرتايه يبقى نحاس محترم زي النحاس البراموني، او انك تستخدم برضو سبرتايه فخار.